جنيه. ب 60 جنيه. 60 جنيه. سويت شورت يا جماعه ب 60 جنيه. مبطن زي ما انتم شايفين فيتشر موجوده لسه داخل المحل يا جماعه. 90 كيلو مرتاح. جيب معايا. عامله 60 جنيه برضه. 60 جنيه. 180 جنيه. الهارلي ب 150 جنيه بكام؟ ب 110 ب 80 جنيه. ب 80 جنيه يا جماعه. ب 170 ده ب 140 ده جوخ ب 140 سويت شورت ب 80 جنيه. يبقى ب 160 140 جنيه. يا جماعه على 80 جنيه. 175 ده قطعتين مع بعض على 160 جنيه ب 85 شرعين ترنج ثلاث قطع بيسبول ب 240 كان معانا الشارلستون ده حلو قوي حته قيمه 170 قطعتين يا جماعه 120 ده تحفه 180 بدل 250 ليدر من سبع الوان تسلم ده بيضحي 150 جنيه بس ب 100 مكمل ب 150 النهارده بكام 80 جنيه بس بتمس مبطن ب 100 جنيه 180 لكل المتابعين 100 جنيه اوفر سايز 150 ده معانا على بعض ده ب 100 جنيه 50 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد ازيك يا تركي ازيك يا باشا تصفيات وبراند الله يسلمك ان شاء الله النهارده الفيديو هنكسر الدنيا باذن الله عروض وخصومات تمام عروض وخصومات ليوميات مع مكة الله يخليك معانا ايه النهارده عروض معانا يا باشا شوية حلويات والله اسعار ببلاش بص السويت شيرت ده قمر اهم حاجة الناس تركز بالسكرين سكرينات شغالين والشحن في نفس اليوم التصفيات عشان برضو نبقى متفقين التصفيات الحجز مدة يومين والشحن في نفس اليوم عشان تمام. يومين تصفيات تمام معانا السويت شيرت ده عامل كام معانا ده 140 جنيه ودلوقتي النهارده عامل 60 جنيه ب 60 جنيه 60 جنيه السويت شيرت يا جماعه ب 60 جنيه مبطن زي ما انتم شايفين مبطن طب والله تحفه موجود منه اكتر من خمس الوانات خمس الوان كل ده على 60 جنيه 60 جنيه تمام تسلم ايدك ب 60 جنيه يا جماعه بص يا باشا اهو تسلم الناس اللي بتقول بيوبر والله العظيم شغال معانا بنقول السيزون ضرب نار تمام على 60 جنيه يا جماعه 60 جنيه تسلم ايدك في ايه تاني معانا يا تركي بص معانا تاني ايه الناس اللي بتسال على الهيكولات الهيكول اه ده المضلع يا جماعه العجينه مضلع عجينه عامل كام ده معانا بص ده 75 جنيه ب 75 110 ب 75 بص التضليع اهو ده اللي هو يا جماعه اللي هو العجينه المضلع العريض اه عامل معانا كام 75 جنيه اللي هو الطويل برضو عشان يبقى العلم ده الطويل اللي هو الطويل تمام ده الطويل تمام في ايه تاني معانا ده اللي كان ترند قوي ده استنى لنا يجيب لنا حاجه ثانيه بص برضو تعالى برضو البلوزه دي تمام دي بلوزه هاي ويست كده قطن اوفر سايز وتمشي معاكوا خريفي وصيفي وشتوي خريفي وصيفي وشتوي عامله كام دي برضو ده عامله 60 جنيه برضو 60 جنيه الاوفر سايز يا جماعه 60 جنيه كانت عامله 120 جنيه النهارده ب 60 عشان متابعين يوميات مع مكه ب 60 جنيه دي ب 60 جنيه موجود منها اكتر من ست الوان تمام تسلم بس برضو الناس 60. اللي بتقول بنروح بالله الشغل بيخلص احنا في يومين تصفيات اول ما تشوف الفيديو انزلوا على ابعتوا على ارقام الحجز هنسيب لكم ارقام الحجز 011 و010 تمام على الشاشه يا جماعه على ارقام الحجز وزي ما قلنا الشحن المحافظات من اول يعني في نفس اليوم تمام وبالنسبه للقاهره هنا بعد الحجز مدته يومين يومين تمام معانا ايه تاني برضو معانا ايه تركي دي قلنا الاوفر سايز دي بالوانها ب 60 تمام 60 جنيه تسلم ايدك معانا برضو حاجه ميلتون زي كده معانا برضو سويت شيرت سويت شيرت الميلتون كم معانا ده برضه؟ كام؟ ده ب 80 جنيه بس ده ب 80 جنيه ابو 110 ب 80 جنيه ب 80 جنيه يا جماعه بدل 110 تسلم ايدك برضه بالوانه كل الوانه الوانه كلها متاحه بص كده حلو قوي ده اوفر سايز برضه كم سعره ده يا تركي؟ ب 80 ده ب 80 جنيه 80 جنيه سويت شيرت ب 80 جنيه 80 جنيه بس تمام بالوانه كل الوان كل موديل يا جماعه بالوانه دول برضه الناس اللي تشوف الفيديو تاخد تنزل على طول يا جماعه وتبعت تحجز على طول الحجز على طول تمام عشان الحاجات بتخلص احنا في يومين تصفيات عشان الناس برضو ما تزعلش تمام عشان في ناس بتيجي تقول بنروح الفيديو بيروح بعد الفيديو بفتره يا جماعه فبيلاقوا الحاجه خلص تمام في ايه تاني معانا؟ معانا حته زي كده هاي ويست دي هاي ويست برضو هاي ساده بالوانها بالسلسله عامله كام بالسلسله؟ اه استنى اوريها لكم بالسلسله بتاعتها عامله كام؟ 80 ب 80 110 والله ما زعل حد دي هتبقى ب 80 جنيه 80 جنيه هاي ويست يا جماعه على 80 جنيه تمام موجود منها ثلاث اربع الوان ثلاث اربع الوان على 80 شروال معانا برضو الشروال بص كده حلو قوي كام الشروال ده برضو معانا الشروال ده 85 جنيه بس 85 شروال ميلتون يا جماعه ب 85 جنيه بس الالوان اللي موجوده بيج البيج بس اللي هو اللون ده بيج على 85 اه وفي حاجه زي كده في حاجه زي كده برضو شارلستون شارلستون كام معانا الشارلستون 90 جنيه بس ده ب 90 جنيه يا جماعه شارلستون ب 90 جنيه تسلم ايديك
بص بقى على الحلويات. اه ده سويت شامو ده. بص عامل كند استك ده من ورا ولا ايه؟ والله العظيم حته حته بسم الله ما شاء الله. عايز اقول لك في اللبس قوي باين. بص اللبس باين. استك من ورا حته تحفه في اللبس. كام جي معانا برضه؟ دي كانت عامله 230 جنيه. والنهارده؟ النهارده مكتب ويب براند بيضحي ب 150 جنيه بس. ب 150 150 جنيه تمام. كل الوانها. الوانها كلها حاجه معانا. الناس اللي بتقول الناس اللي بتعمل تصفيات على قطعه على اتنين عندنا كميات. تمام. بس الناس تلحق تنزل. تمام لان وقت التصفيات دي الناس ما بتلحق يا جماعه. بص برضه عايز اقول لكم ده تحفه، انا عندي منه الزيتي حلو قوي وفي اللبس مريح جدا جدا. كام ده برضو معانا النهارده؟ 150 بس. ب 150 جنيه. ده معانا على 150 جنيه تحفه. الوانه كلها متاحه على 150. ده في اللبس بيبان قوي يا جماعه. بصوا معانا بقى. لا وعايز اقول لهم بس قبل ما نقول السعر ان ده اللي هو الفرو الزبده اللي هو فيه لمعه الطري وعامل كام ده معانا؟ ده طبعا السيزون وطبعا انت اكيد عارفاه. تمام. كان ب 140 جنيه. النهارده بكام؟ 80 جنيه بس. ب 80 جنيه. 80 جنيه. ارمي لنا كابتشو قدام. كل ده معانا على 80 جنيه يا جماعه تحفه. 80 جنيه. ب 80 تسلم ايدك. برضو الوان ولا اللون ده بس؟ لا اخضر. اخضر بس يا جماعه. ده للعلم. اللون اللي موجود هقول لك، انا ما اعرفش اقول اللي عندي وما عنديش، لا انا اللون اللي موجود هو اللي بوضحه. لو في حاجه الوان بنقول لكم حاجه لون واحد بنقول. تمام تسلم ايدك. معانا حاجه زي كده قطعتين. ده قطعتين. ده سلوبيت. سلوبيت ده البنطلون بتاعها. تمام هات لي البنطلون معانا كده اهو. بص ادي البنطلون والحزام عشان يبان معانا. الله تحفه بالجاردن بتاعه. بالجاردن. ايه الجمال ده؟ ده في اللبس تحفه. كام ده معانا ده؟ كام يا تركي؟ عامل معانا في السيزون 220 جنيه. والنهارده؟ النهارده 170 جنيه. 170 قطعتين يا جماعه. 170 بنطلون بالجاردن بالحزام 170 جنيه. 170 جنيه ثلاث قطع. تمام. اللون ده بس. اللون ده بس ولا الالوان؟ ده والاسود يعني السيلفر والجري الغامق منه اللي هو الاسود. واسود. تمام. بص كده معايا. على بقى حاجه ايه؟ حته زي كده سوارهات. دي سوارهات. بص كده. ودي سكوبا يعني سكوبة. تمشي معاكم صيفي وشتوي وكل دي عن مناسبه بيان. مناسبه خروجة. حلو قوي قوي. مناسبه خروجه حته بسم الله ما شاء الله ماتيريال وفينش وتهفيل. عامله كام دي منها؟ منها الساده. تمام. واللي هي النقشه والتايجر بتاعتها. تمام. النقشه التايجر عامله كام معانا وانت فاردها كده؟ انا اخد 140 جنيه. 140 تنفع سوارهات ب 140 جنيه اللي سواء بقى اسكات تايجر او الساده كله ب 140. والبيج بتاعها برضه يعني ثلاث الوان. ثلاث الوان الاسود والبيج والتايجر كل ده معانا على 140. 140 جنيه. ده 140 يا جماعه. 200 جنيه دلوقتي. 140 جنيه النهارده. 140. تمام تمام. معانا الدرس ده الخمر رب التركي. الرب المضلع يا جماعه اكيد عارفينه بس ده الاصلي. تمام. ده الاصلي. بص الخامه كده. بص الحته عامله ازاي. حلوه قوي حامله وتحفه. حلوه جدا. ده كام ده معانا؟ 170 جنيه. ده الرب المضلع. 150 جنيه. ب 170. ده الاصلي. تمام. الاصلي. بص الحته اهي على 170 جنيه بدل 200 وكام؟ اورنج بدل 250. تمام. متاح الاورنج والاحمر بس. اورنج واحمر بس يا جماعه. تمام. دي بقى ايه؟ الكاروهات. الكاروه ترند السنه دي ده. يعني الكاروه ده ترند بكل موديلاته. بصوا كده معانا. لا وتونك برضو طويل مش قصير يعني يمشي معاكم كده. عايز اقول لك مكسره الدنيا. ولو هتتلبس مفتوحه وتحتها اي حاجه برضو بزك اي حاجه فتمام قوي. سوسته. سوسته معانا حلوه جدا. شكلها شيك ماشي. اه ما انا بقول تمشي الاثنين. تمشي اي حاجه. وعامله كام جي معانا برضه يا توفيق؟ ب 140 جنيه. ب 140 ده جوخ ب 140 جنيه جوخ. كراهات جوخ 140 جنيه. تمام في منها الوانها. من ست سبع الوان. على 140. كل الوانها برضه اهي. تمام بصوا الوانها. اثنين ثلاثة. كل ده على 140 يا جماعه. 140 بس. تمام 140 بس. كل ده كل الوانها. ب 140 كل الوانها. تمام. بصوا كده معانا برضو الجلد. الجاكيت السوسة الهاي ويست. ده هارلي جلد. ترند كل موسم. تمام. بص بقى. بكام الهارلي عندنا؟ زيتي اسود جملي. بكام؟ كميات. زيت تعالي قربي كده شوفي. اهو. اهو الناس اللي بتقول قطعة وقطعتين موجود كميات. عندنا كتير. كميات. بكام الهارلي؟ 150 جنيه. افرد لي الجاكيت. اهو. بص يا جماعة الجاكيت الهارلي ب 150 جنيه بكل الوانه. الهارلي 150. الناس اللي بتقول بيقشر، قشر بتاعي. تمام. قربي كده. تسلم ايدك. الجلد نفسه بيتمط ويرجع زي ما كان. وكل ده معانا وريهم برضه. والله يرجع زي ما كان يا جماعه. كل ده قلنا على 150 جنيه بالوانه. 150. تمام تسلم ايدك يا تركي. بص بقى البيسبول. بقى البيسبول يا جماعه وجماله. كام البيسبول عندنا كمان؟ الماس الكبير اه اللي هو الاوفر سايز كيلو مرتاح يجيب معانا.
لو انت طويله 90 قصيره 85 ده ب 120 جنيه. 120 جنيه. بص يا جماعه البيسبول حلو قوي 120 جنيه. وملتون مبطن تحفه. اعدل لنا الكتف كده يبان بس أوه. يا تركي اهو بص كل ده معانا ب 120 جنيه البيسبول يا جماعه. التلبيس الكبير تمام. تسلم ايدك. انا شايفه في تشكيل هنا معانا برضه تشكيل بقول لك ده اكتر من مليون موديل بس اللي يلحق اللي ده بوخ يا جماعه والله العظيم اللي يلحق. بص بقى القطعه دي حلوه قوي انا عارفه اتنين مع بعض توينز واللي تحت سكوب واللي فوق بوخ. هنا ده القط دي القطايه بتاعته دي القط بتاعته تمام تمام حلو قوي. وده الشميس الشميس بكام القطعتين؟ القطعتين 160 جنيه 160 160 جنيه القطعتين. بص افرد قصادي كده امسكها لا افرد دي دي معانا كده يا تركي. بص يا جماعه اهو الموديل ده قطعتين مع بعض على 160 جنيه 160 جنيه سكوب تمام. تسلم ايدك. الوان برضو منه كتير موجود منه البنك والمستردة البنك والمستردة البنك والمستردة تمام. في تاني معانا معانا الفرق الباس الكبير تمام. الباس الكبير اللي كان ب 150 جنيه حلو قوي تحفه. ده الزبده برضو المطرز كان معانا عملنا عليه عرض ده يا تركي والله ما انا مزعلك ب 100 جنيه بس ب 100 جنيه والله ما اقول لك 110 ولا 120 ب 100 جنيه. افرد لنا يا تركي ده يبقى معانا ب 100 جنيه هاي وسط يا جماعه ب 100 الباس الكبير 100 جنيه تمام. وعايز اقول الفروه محمله الفروه محمله قوي والله وش تمام. تقربي كده بصوا حلوه جدا تسلم ايدك تمام. 100 جنيه ده معانا يبقى رصاصي رصاصي بس رصاصي بس تسلم موجود برضو منها كميه رصاصي كميه كلها رصاصي يا جماعه النقشه دي ونقشه باريس ونقشه باريس اللي هي دي بصوا فوق اهي هجيبها لكم اللي هي النقشه دي كل ده على 100 جنيه تمام. بص بقى بصوا كده ده صوف فرو كده الجيب بصوا حلو قوي ده عامل كام ده معانا 120 بس ده ب 120 120 ده صوف تونيك يا جماعه 120 بصوا كده معانا كل ده على 120 جنيه. تسلم ايدك. الوان ولا ايه؟ موجود منه لونين لونين زهري واقول لك لونين زهري وايه؟ زهري وبينج تمام زهري وبينج تمام. تسلم ايدك على 120 120 جنيه تمام. معانا برضو ده دريس ولا ايه؟ دريس دريس سكوبا يا جماعه يمشي معاكم برضو صيفي وشتوي وتلبيس كبير يعني يجيب 90 مرتاح مرتاح قوي. عامل كام ده معانا؟ والله ما اقول لك 160 ولا حتى 150 145 بس 140 يا تركي 100 والله ما انا مزعلك. ارجع لنا لورا ده يبقى ب 140 مقاسات خاصه يا جماعه على 140 جنيه درس مقاسات خاصه ب 140 جنيه 140 نفس اللون تسلم ايدك تمام. هو لون واحد تايجر لون واحد تمام. ده القطيفه يا جماعه الناس اللي وسوارهات برضه سوارهات قطيفه سواريه اللي هو مكشكش من الجنبين وعامل كام ده معانا ده يبان في اللبس قوي. ده طبعا انت عارفاه كان في السيزون ب 240 جنيه تمام. والنهارده ده 170 جنيه بس 170 170 جنيه لكل المتابعين. بصوا بالوان كتير يا جماعه كل الالوان بس يا تركي عدل اهو بصوا ده معانا على 170 جنيه بالوانه تمام. 170 موجود منه اكتر من سبع الوان. تسلم ايدك تمام. بصوا ده دريس ده بص بقى دريس سويت شامو يجيب معانا 80 75 80 وعامل كام ده معانا برضو ده عامل 200 جنيه بس ده هيبقى ب 200 دريس سويت شامو ب 200 برضو الوان منه يا تركي كل الوانه الوانه متاحه كل الوانه عشان نلحق برضو ما نطولش على الناس. وده اللي هو الملحف برضو ب 200 جنيه ده بكام؟ والله ما انا مزعلك ب 200 جنيه والله زي ما قلت 200 جنيه 200 جنيه تمام. تسلم ايدك حلو قوي. الدريسات عندكم تشكيلتها حلوه. بص بقى ده حلو قوي ده ابو 275 ده حكايه 275 عامل كام النهارده 220 جنيه بس 220 استنى ما خدناش سكرين يا تركي ماشي. عليه اصلا لسه ما لحقوش شافوه قلنا يبقى بكام 220 ب 220 ده سويت شامو. تسلم ايدك تمام بالوانه برده بكل الوان. انا شايفه اليمه الثانيه في جواكت وفي حاجات كده يا تركي بص هلف لكم بس كده. طب ثواني نشوف معانا ده ده اللي هو بسوستين من تحت عشان يبان بس معانا ده الوانه موجوده كل الوانه كمياته تمام. وعامل كام ده معانا؟ ده 100 جنيه بس ده ب 100 جنيه 100 جنيه ابو 150 ب 100 جنيه ده اللي هو السوستتين يا جماعه السوستتين 150 ب 100 جنيه. افرد لنا من فوق بس اخد سكرين عليه كده في اول فيديو. بص كل ده معانا هيبقى ب 100 جنيه اوفر سايز. تسلم ايدك تمام. بص ده جوخ برده في ميلتون جوخ كرهات في ميلتون وعامل كام معانا ده؟ 130 جنيه ده ب 130 130 متاح ده جوخ في ميلتون ب 130 هو نفس اللون ده نفس اللون تمام. بصوا معانا ده برش في جلد حلو قوي ده برضو يبان في اللبس اكتر تحفه ده عامل كام ده معانا؟ ده 130 جنيه ده ب 130 الدرس يا جماعه ب 130 جنيه. تسلم ايدك درس ب 130
ده جلد في برش الوان برضو ولا ايه؟ الوانه موجوده عندنا كل. بص ده بينزل منه لونين، ده لونين الرصاصي والنبيتي. تمام، رصاصي ونبيتي. دي البلوزه الرب على الاوفر سايز. اه الاوفر سايز يا جماعه الرب. بص بقى كان معانا دي برضه الحته الشياكه دي كانت زي ما انت عارفه ب 160. تمام، النهارده ب 120 جنيه بس. ب 120 رب مضلعه ب 120 120 تمام جنيه. تسلم ايدك 120. بص كده انا برضو دي الحته دي كانت عاليه في اول الموسم. انا عارفاها دي عجينه واللي هي بتتلبس دبل فيس كده. عجينه عجينه. عامله كام دي معانا؟ 145 جنيه. 145 بدل 200. بدل 200 ب 145 145 جنيه. تمام، بالوانها برضو يا تركي موجود منها كل الوان، كل الوانها موجوده. تمام، بص برضو نشوف معانا برضو اوبن جاكيت منقط. اه ده اللي هو الهاي ويست القصير منقط. عامل كام ده؟ ده درجتين الوان في بعض. ده ب 100 جنيه. زينا ظهره كده 60 جنيه ب 100 جنيه. كل ده يبقى ب 100 جنيه درجتين الوان يا جماعه. ب 100 جنيه ب 100 جنيه. حلو قوي. دي خامه ايه؟ عجينه 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 ب 100 تحفه. ده تسلم ايدك، حلو قوي. ده الوان برضو منه ده يا تركي. الزهري ده بس يا جماعه. دي بلوزه برضو ملحفه وهي تعتبر صوف. وريها لهم برضو، وضحها لهم. العرض هي باينه على الملكان. على الملكان باينه، تبان في اللبس اكتر. اه حلوه جدا عشان تبان معاكم اكتر. عامله كام دي معانا؟ بالسلسله بتاعتها دي اللي كانت ب 240 جنيه، والنهارده دي ب 180 جنيه بس. ب 180 لكل المتابعين بدل 240 جنيه. ب 180 ده الشغل العالي يا جماعه. ده افان ولبني. افان ولبني بس. 180 بدل 240. تسلم ايدك. تمام، والسويت شيرت الاصفر الطويل ده كام؟ السويت شيرت الاصفر ده احسب عرض 120. 120 بدل 170 120. تمام، بالتو شامو. ده سويت شامو، عامل نظام الجوخ بس سويت شامو. الوان ولا الاسود بس؟ لا اسود، بينزل عندي اسود بس. هو تمام، هو شد لون في الاسود. عامل كام ده معانا؟ بالتو محترمه دي عامله 180 جنيه بدل 270. ده ب 180 ده بالتو يا جماعه. ادينا دور معلش كده يا تركي. أوه. كل ده ب 180 بالتو سويت شامو. 180 تمام، بطانيه متحركه بس هو بينزل اسود بس يا جماعه. اسود بس. تمام، السوارات الاصل يعني ايه؟ بصوا سوارات رسمي رسمي. بص انا عايزه اوريكم الكم بس كده. بص الكم بتاعنا بيبقى فاتحه من هنا. كل الناس اللي تشوف الفيديو تلحق تلحق يا جماعه. عامل كام ده؟ عروض ما بتخلص. ده كام؟ ده 250 ده بدل 330. بصوا كده معانا حاجه قمر على 250 بدل 330. حلو قوي ب 250 ده. 250 سوارات رسمي ده. النبيتي والزهري. النبيتي والزهري واللونين احلى من بعض في السوارات. بصوا برده ده حاجه بامب كده. بيبي جير. بيبي جيرل يا جماعه. البيبي جيرل طالع لنا في كل حاجه. حلو، كان في منه الكم وفي القط. كان معانا في صيفي وشتوي وكمل معانا قط. تمام، بص عامل كام الفيست ده؟ عامل كام البيبي جيرل؟ عامله 100 جنيه. ب 100 جنيه. الفيست يا جماعه البيبي جيرل تمام. ده جاكيت يا جماعه ب 100 جنيه. ب 100 جنيه خمس شموه. ده كابوتونيه كده مبطن بامب يا جماعه. حلو قوي، تسلم ايدك. كل ده معانا على 100. 100 نفس اللون. تمام، متاح كميات. متاح كميات نفس اللون ده كله نفس اللون يا جماعه. بصوا اهي عشان تبان معانا كله على 100 جنيه. 100 جنيه تمام. بس تسلم ايدك. بص بقى ده طقم ده ولا ايه؟ اه البلوزه تحفه. حلو قوي قوي. الجاكيت تمام. لا سيبه لنا هناخد عليه سكرين هيك. ودي ايه، جيبه ولا ايه؟ دي الجيبه. افرد ده قصادك وافرد معايا الجاكيت كده. بص عشان يبان الطقم على بعضه. تمام، افرد افرد. كام ده معانا الطقم؟ ده ب 150 جنيه بس. الطقم كامل ب 150. الجيبه بالجاكيت الجلد ب 150 جنيه. مش تمن الجاكيت يا جماعه، طقم كامل ب 150 جنيه. جنيه. تمام، تسلم ايدك، حلو قوي. بص برده لطقم انا بفرد معاه برده. معانا الدنيا. اه ده سوت. امسكي برده. ده سوت يا جماعه. ده سوت اهو معانا بالبنطلون بتاعه. عامل كام السوت؟ ده ب 180 جنيه بدل 250 جنيه. ده ب 180 بدل 250. بس عايز اقول لك الخامه تحفه. رب التركي. رب تركي يا جماعه. حلو قوي قوي. خامتها حكايه. تسلم والله بيدي. خامات مستورده وعاليه. تمام، في الوان ولا ما فيش؟ موجود الوان، موجود ثلاث اربع الوان. تمام، تسلم ايدك. بصوا الوانه موجوده يا جماعه. تحفة. موجود رصاص. هي الخامه بتاعتها حلوه قوي. والرصاص والبترولي والكشمير. كل الوانه تحفه وفي اللبس حته شيك جدا في اللبس. تسلم ايدك. بصوا معانا برضو ده جوخ. بص برضو عايز اقول لك يمشي بالطو، يمشي دريس، يمشي اوبن مفتوح جاردن لوحده. حلو قوي. حته قيمه. عامل كام ده معانا؟ دي 250 جنيه بس. 250 ده جوخ يا جماعه. دريس دريس جوخ ب 250. جوخ لكرا. تمام، حلو قوي. تسلم ايدك. تمام، موجود منها ثلاث اربع الوان. ثلاث اربع الوان. ده طقم تاني برضو.
الجمال ده بقى. ده ميلتون ده سود ده بنطلون شارلستون حلو جدا ده كام معانا ده 150 ده ب 150 ترنج خروج كامل يا جماعه ب 150 جنيه 150 تمام حلو قوي اوفر سايز تمام بصوا معانا سويتشيرت زي كده 90 جنيه استنى لنا بقى ده ب 90 جنيه اوفر سايز 90 جنيه تمام تسلم ايدك يا تركي ده بالوانه برده يا تركي بالوانه بالوانه تمام بصوا كده استنى ده بيسبول البيسبول بقى بكم جلد كم جلد الناس اللي بتخاف الجلد يقول لك بيقشر ومش بيقشر قشر بتاعي تمام افردها لنا دي الزهر والاصفر وعامل كام ده؟ ده 130 جنيه 130 بيسبول كم جلد يا جماعه ب 130 تمام بص شغل معانا الاوفر سايز عايز اقول لك دي غطس مبطنه بص يعني بقى الحته دي عامله كام دي؟ دي 100 جنيه ب 100 جنيه دي خامه غطس مبطن ب 100 جنيه 100 جنيه برضه بالوانها الغطس ده بقى لا يوبر ولا ينسر ولا الكلام ده خالص عامله 100 جنيه بالوانها 100 جنيه تمام تسلم ايديك معانا البلطو الشماه ده شماه ابو 200 ابو 200 كام معانا ده؟ 120 جنيه ب 120 120 بالوانه ده ولا ايه؟ موجود منه منت وكشمير منت وكشمير على على كام 120؟ 120 ده تحفه ده انا بحب الجاردنات اللي زي كده يا جماعه البيزك بتبقى حلوه على بلوزه والجيبه بتبقى حلوه جدا التوينز التوينز استنى ما افرد معاك انا بقى كده عامل كام التوينز؟ التوينز عايز اقول لك حكايه الكارد ولو البيزك اوسع شويه كنت انا اخدت منه ده حلو جدا كم بومبيه تمام وعامل كام ده معايا ده عامل 250 بدل 310 250 بدل 310 موجود مسترد ده بيزك بالجاردن بتاعه يا جماعه بكام قلنا 250 250 بقى. تسلم ايدك ده الرب بنفس خامه الترنج اللي احنا شفناه قلت لك نفس خامه الترنج تمام معانا الترنج البيسبول الترنج البيسبول يا جماعه بص بقى البنطلون ده البنطلون امسكي بص ده ثلاث قطع ثلاث قطع تمام واندر شيرت كمان حته طب كده حته بيسبول تمام لا افرد لي الجاكيت اهم حاجه كده معانا اهو كام معانا قلنا الترنج الثلاث قطع ده الترنج الثلاث قطع ب 240 جنيه ب 240 ترنج ثلاث قطع بيسبول ب 240 جنيه تمام تسلم ايدك على 240 بص معانا برضو عايز اقول لك دي تحفه ده اللي هو بيبقى اوبن من هنا يا جماعه مفتوح كده حلو قوي عامل كام ده معانا 160 جنيه ده ب 160 جنيه حاجه زي كده على 160 تسلم جنيه. ايدك تمام بصوا معانا برضو ده دريس رب عامل كام معانا ده 180 جنيه 180 رب مضلع يا جماعه تمام ملحف ب 180 موجود منه اكتر من 7-8 الوان 7-8 الوان تمام معانا التوينز الضفاير اللي هو التريكو التريكو الكاردي بالبيزك بتاعه ده تمام بصوا كده ده بيجي الطقم مع بعضه كده الكاردن بالبيزك تمام والبيزك والبيزك يمشي اصلا دريس لوحده 50 اهو بصوا كده امسك لنا بس الحرف معايا بصوا كده ده قلنا طقم على بعضه كده عامل 250 جنيه 250 تمام تسلم ايدك بدل 330 كل دي عروض موجوده يا جماعه عند ويب براند العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور في اخر الفيديو لينك التليجرام في اول تعليق مثبت معانا البنطلون الرب رب كام معانا تمام ده ب 90 جنيه ده ب 90 جنيه الرب ب 90 جنيه تسلم ايدك ده جوخ بقى واللي تحت ايه اللي تحت معانا الجيبه الجيبه والبنطلون الجيبه سكوبا واللي فوق الجاكيت جوخ كام معانا الطقم 175 175 طقم على بعضه 175 175 بالحزام بالحزام في الوان برضو بتختلف للجاكيت كل الوان الجاكيت الوانه بتختلف تمام ده طقم برضو ولا ايه لا ده القط الجوخ ده جوخ قط عامل معانا كام الجوخ القط ده عامل 200 جنيه ده ب 200 جنيه ده جوه قط ب 200 جنيه كلها تمام الوانه كلها متاحه بقى له حته زي كده اوفر سايز دي اوفر سايز ده البنطلون بص كده همسك بس عشان يبين معاكم القطعه كلها امسك لنا حرف البنطلون بس كده يا تركي كان معانا الطقم ده قلنا الترنج ده الترنج ده يبقى ب 160 اوفر سايز ده خروج يا جماعه وينفع نوادي جيم كده يبقى حلو قوي تسلم ايدك تمام تعبتك معايا يا تركي وشكرا جدا العروض دي كلها والله. الله يخليك العروض دي كلها عند ويب براند يا جماعه احنا موجودين انا برضو بس عشان الوقت ما نطولش هسيب لهم لينك التليجرام في اول تعليق لو حابين تشوفوا حاجات اكتر من اللي احنا عرضناها العنوان هتلاقوه متصور في هينزلوا حالا برضو وريها لهم اهي عامله كام الحاجات اللي زي كده في حاجه زي كده عامله 200 بدل 260 200 بدل 260 كل الوانها الوانها كلها متاحه في حاجه عامله زي كده عامله 170 170 حلو جاكيت زي كده عامل 170 ده ب 170 الجاكيت ده ب 170 170 برضو والجاكيت ده برضو على 170 180 ده معانا ب 180 جنيه
الجلد زي ما قلنا 150 150 شميز بوخ زي كده 190 190 حاجة زي كده 150 150 دي جوخ برضو حاجة زي كده 200 200 ده جوخ رسمي حاجة زي كده قلنا 140 140 230 تمام في عروق 170. كتير جدا عروق كتير ده طويل ده والقط زي ما قلنا 200 200 تمام تعدتك معايا وتوينز برضو زي اللي معروض ده تمام 250 برضو 250 في عروق كتير موجودة لسه داخل المحل يا جماعة العنوان هنزل لكم حالا ولينك التليجرام أول تعليق بحبكم في الله وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. هنيجي بقى العنوان. احنا دلوقتي واقفين قدام مول صدناوي في العتبة اقرب محطة مترو هتكون محطة مترو العتبة. هقول لكم هتوصلوا ازاي كمان. هدي ظهري كده لمول صدناوي في ظهرنا على طول ده سنترال العتبة اللي انتوا شايفينه ده واللي هعمل لكم عليه زوم دلوقتي ده الجراش العتبة الشارع اللي بين الجراش والسنترال اللي بنخرج منه من محطة مترو العتبة يا جماعة. بتلاقوا الجراش يمين والسنترال شمال وممكن تخرجوا كمان محطة المترو جوه اسألوا على اتجاه شارع علي القصار اللي هو في وشنا ده على طول وفي وش مول صدناوي. اول ما تخرجوا منه وتمشوا على طول في وشكوا هتلاقوا مول صدناوي على طول. انا حاولت اديكوا ايه الشارعين اللي بيطلعوكم محطه المترو. هندخل مع بعض كده المول صدناوي ونكمل تصوير من جوه واقول لكم هتوصلوا ازاي برده بكل سهوله. المكتب اللي احنا عملنا منه الجوله موجود في الدور الاول يا جماعه علوي، يعني بصوا في اسانسيرات كمان انتوا هتطلعوا دور اول بس الارضي تحت وده الدور الاول معانا. بصوا كده هتلاقوا برضو مستر طيار وده ويف براند اللي عملنا منه الجوله النهارده وهتاخدوا بنفس اسعار الفيديو. عايز اقول لكم في تشكيل حلو جدا عنده. هسيب لكم برضو لينك التليجرام في اول تعليق لو حابين تشوفوا موديلات اكتر من اللي انا عرضتها في الفيديو. وما تروحوا قولوا ان انتوا تبع قناه يوميات مكه عشان تاخدوا بنفس اسعار الفيديو. بحبكم في الله. ما تنسونيش في دعوه حلوه في التعليقات واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.